الحلقة النهاردة بالانتخابات عايزين نكلمكم على المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللي هتبتدي زي ما قلت يوم الأربع المقبل خلال أيام في الخارج ويوم السبت والحد اللي جايين هتكون داخل مصر طيب الانتخابات عندنا ايه في كل هذه الانتخابات 27 محافظة على مرحلتين أولى وثانية احنا عندنا السنة المرة دي 2020 عندنا 63 مليون ناخب 500 تس... برلمان فيه 596 نائبا بالمعينين طبعا والنتائج النهائية 14 ديسمبر يعني 14 ديسمبر هيكون عندنا برلمان جديد كم مرشح عندنا 4532 مرشحا منهم 3964 مرشح فردي زي زي ما انتم شايفين يعني حوالي 80% منهم فردي 568 بنظام القائمه و 1147 مرشح حزبي سواء قائمه او فردي وعندنا 3000 من يعني من المرشحين الفردي آلاف 3900 عندنا 3385 مرشح مستقل، المستقلين كتير جدا في الفردي وده طبيعي جدا وصحي جدا في الانتخابات، عندنا 33 حزب مشارك، الحقيقه عندنا في مصر احزاب كبيره كتيره جدا والعدد كبير جدا، خاصه ان كتير منا ما يعرفش معظم هذه الاحزاب. نتفرج على الـ الـ يعني شكل مجلس النواب عشرين عشرين شكله عامل ازاي المجلس فيه خمسميه سته وتسعين مقعد ده اجمالي مقاعد النواب بالتعيين 284 اربعه منهم بنظام القوائم يعني نصهم قوائم و284 اخرين بنظام الفردي و28 معين داخل البرلمان عارفين احنا في الشورى عندنا عدد المعينين اكتر حوالي 100 في الشورى السنه دي المره دي في 2020 عندنا تمثيل اكثر للفئات وده طبقا للدستور الجديد عندنا مثلا 149 او يمكن 150 او اكتر مقعد للمراه عندنا 24 ودي اكبر 149 ده اكبر عدد للمراه قاطبه منذ انشاء منذ بدء الحياه البرلمانيه في مصر عمرنا ما وصلنا لهذا الرقم من مقاعد النساء ده 25% من النواب على الاقل من السيدات أه عندنا وممكن يكون اكتر يعني ممكن يكون النجاح بقى ده ناس تنجح عدد اكبر طيب 24 مقعد للمصريين من المسيحيين 16 مقعد للشباب ده في الاساس يعني ده في القوائم انا هنا بتكلم هنا على الدستور يحدد ذلك في القوائم لكن ده معناه ان ممكن في الفردي يعني ده الحد الادنى ممكن في الفردي ناس تانية تزيد وبالتالي العدد ده مرشح للزيادة 16 مقعد شباب 16 مقعد عمال وفلاحين 8 مقاعد لذوي لذوي الاحتياجات الخاصة و 8 مقاعد للمصريين في الخارج طيب الفرق بين برلمان 15 وبرلمان 2020 هنبص على الارقام 15 كنا 568 مقعد احنا دلوقتي زدنا حوالي 30 مقعد مثلا بقينا 596 مقعد 15 2015 كانت الكتلة الناخبة من لهم حق الانتخاب في مصر 55 مليون ونص تقريبا احنا هنا طبعا زدنا وزاد عدد السكان وما الى ذلك فزدنا بقينا 62 مليون و900 حوالي 63 مليون من لهم حق الانتخاب في مصر 2015 القايمة كانت اقل من الوضع اللي احنا فيه كانت 120 مقعد فقط الان القايمه 284 مقعد وهنشوف مع ضيوفنا هل ده اكثر صحه يعني اكثر صحي اكثر للحياه السياسيه ولا الانتخابات الفرديه افضل هنشوف ايضا ان الانتخابات الفرديه او المقاعد الفرديه في 2015 في برلمان 2015 كانت اكتر كانت 448 يعني كانت حوالي 80% من برلمان 2015 لكن في 2020 او 2020 هتلاقيهم متساوين مع مقاعد القايمه المراه زي ما قلت لكم كانت في 15 56 مقعد على الاقل احنا هنا بنتكلم في 149 مقعد يا نساء مصر يا نساء مصر يعني ها هذه فرصه وهذا تحدي وهتكلم على دوائر المراه لكن هذه فرصه وهذا تحدي اوعوا تفتكروا ان هذه الفرصه موجوده على طبق من فضه او طبق من ذهب هو تحدي ماذا ستفعل النساء في البرلمان هتقدم ايه ايه دورها التشريعي ودورها الخدمي ايضا الفئات المختلفة كان في 2015 كان في تمثيل لدور تشريعي واحد لكن احنا هنا بنتكلم طبقا للدستور تمثيل دائم لهذه الفئات المعينين زي ما بعض 5% و 5% من المعينين.